سلام على الريحة لو تشموا آخر نصيحة اللي صاين سكر الفيديو اسمع مني وخليها لبعد المغرب. ها نصيحة من أخوك أبو أحمد، شوفوا لي المنظر وصلوا على النبي. يا عيني يا ديني يمكن لأدي المغرب مطول، قديش بقى له عندكم لأدي المغرب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وإخواتي رواد صفحة قناة شام الأصيل، الله يسعد أوقاتكم يا رب، بتمنى تكونوا بخير على طول أنت وولادكم وأحبابكم، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير بمناسبة الشهر الكريم. واليوم عنا وصفة من الوصفات يلي عم نقدمها بالتعاون مع صفحة الإمارات تحب سوريا، أي الوصفة من الوصفات يلي بتتقدم بالمناسبات الحلوة كتير، واللي هي الفريكة باللحم وبتتقدم بالدجاج. وهي الوصفة بتتقدم بالعزائم اللي كتير هيك يعني محتفلين فيها زيادة، واللي هي الفريكة، مثل ما بيقدموا المنسف، مثل ما بيقدموا الأوزي. هاي واحدة من الوصفات يلي كتير تنعد إنه غالية وتتقدم لناس هن كتير بيكونوا مقدرينهم زيادة، وإن شاء الله بتنجح معكم من أول مرة. نروح على المقادير. أول شيء فيها عندي هون 700 جرام فريكة، هاي الوصفة يعني هلأ بتكفي لست تقريبا لست أشخاص، يطلعوا بحدود الأربعة كوب. اللحمة قد ما بدكم فيكم تحطوا لحم، رح نقدمها يعني وصفة إنه كتير مفخفخة فبدأ نسخ عليها شوي باللحم. عندي هون لحمة موزات، ثلاث موزات، وعندي هيك شقف من الباق، يعني كمان هدول بدنا نسلقهم سلق. عندي هون ثلاث أرباع الكوب سمنة، السمن يكون حيواني، وبنفس الوقت اللحم الدهنة تبعه يعني بدنا نستفيد منها، فلذلك ما كترنا كتير سمنة. عندي لوز وصنوبر، وممكن نحط كاجو، ممكن نستغني عنهم، هذا هو شيء شغله بترجع لكم، هدول للزوزة يعني. عندي هون معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة فلفل، عندي حبة بصل هي بنحطها وقت بدنا نسلق اللحمة، وعندي بهارات عطرية ممكن تحطوا أي نوع أنتوا بدكم إياه. أنا حطيت حبة لومي وفلفل حب وعيدان القرفة وكم حبة كبش قرنفل، يعني أنا ما بدي ضوع كمان نكهة اللحمة بكتير بالبهارات، بس هدول مشان تروح زنخة اللحمة نهائيا وتطلع معنا نكهة شيء على كيفكم. بالإضافة للبازاليا أنا بفضلها لأنه كتير بتلبق معها وكتير طيبة. قديش كم كوب هون الفريكة؟ أربعة كوب، بنحط لها أربعة كوب بازاليا، وهي أنا جايبها مفرزة لأنه هلأ خضرة ما فيه. هلأ إخواني جينا للتحضير، أول شيء بدي أسلق اللحمة، ليش؟ لأنه أنا بدي مرقة اللحمة بدي أخذ منها وأطبخ فيها الفريكة. هلأ بحط اللحمة هي كلها مثل ما هي وبنحطها مع مي باردة بالطنجرة، إضافة للبهارات العطرية، حبة اللومي بنسقبها مشان نستفيد من نكهتها. بدي أحطهم أسلق اللحمة أول شيء بمي باردة، بعدين منقش الزفرة تبعها، بعد ما نقش الزفرة تبعها بنسكرها وبنضغطها، وإذا بدنا نساويها بطنجرة ضغط أو طنجرة عادية لحتى تستوي اللحمة، بشوفكم بالمرحلة اللي بعدها. هلا هيك إخواني سلقنا اللحمة، شايفين النتيجة هيك ما أحلاها ما شاء الله. ها هي حبة اللومي كلها صفيت منها الورق الغار والكبش القرنفل كل قمته، هاي اللحمة هلأ استوت عندي، وبنفس الوقت مو راحت نيفة نيفة، ليش؟ مشان احنا نحطها وهيك وتطلع شكلها يعني بالصحن حلو. حتى الموزات خليتها يعني بس شوفوا شلون دايبة، يعني العظم طالع لحاله، صارت جاهزة عندي. هلأ بدي اطبخ الفريكة. الفريكة ما بتنقع بس بدنا نغسلها غسيل، وبعدها بتشوفوا الخطوة اللي بعدها. وهلأ اخواني بدي قلي البازاليا. هلأ جبت السمنة، بسم الله طلع شوية سمنة، الشيء إنه تحمى شوي، بنزل عليها البازاليا، بسم الله. والبازاليا دغري بتستوي ما بدها كتير وقت. طلع شوية ملح وشوية فلفل، وإذا بدنا نحافظ على خضارها نحط لها رشة سكر، وما ببالغ كتير بالتحريك مشان ما خليهم يتمعصوا هيك كل شوي بعمل لهم هيك، يعني ما هي شو بنقول لها نحن تنسيف. هيك صارت جاهزة عندي البازاليا اخواني، بعد خمس دقائق على نار وسط، وبنقلهم على الزبدية اللي كانوا فيها، بسم الله. نرجع بنحط السمنة هون، بنسخى شوي بالسمنة لانه هي تعطي نكهة هلأ للفريكة. الفريكة قلت لكم غسلتها من الشوائب من الغبرة اللي فيها، ضروري كتير تقلوها بالسمنة قبل ما تحطوا المرقة عشان تاخذ نكهة السمنة. رشة فلفل وهي الملح
فيكم تحطوا اي بهار انتو بتحبوه، هتحطوا له زيت تقلوها بالزيت تروحوا الطعم كله، اكلة مسخي عليها ومحتطلة ومكلفة. هلأ هيك اخواني قلبنا الفريكة وقليناها، لو تشموا ريحة الفريكة شلون هي عم تتقلب السمن الحيواني، شغلة على كيفكم. وهي هيك بتكون لانه هذا قمح مشوي على الحطب ومدخن. هلأ منجيب المرأة يلي سلقنا فيها اللحمة، لكل كاسة فريكة بدنا كاستين مرأة، يعني هدول 4 كاسات فريكة اللي هن 700 جرام بدهم 8 كاسات مرأة. وكل فريكة عن فريكة بتفرق، يعني انتو بتكون تنتبهوا لهالشي. بسم الله. هلأ بقوي النار عليها وبخليها تغلي، بس هيك غلت مظبوط منغطيها ونتركها بقال على نار وسط لحتى تنشف ميتها ونشوف استوت حبات الفريكة ولا لا. وبدي لكم على ملاحظة كتير ضرورية، الفريكة مو مثل الرز، لازم كل رزة برزتها مفلفلة، الفريكة لازم تكون هيك مخبوصة شوي أطيب، وهذا الأصح. شوفوا لي هالمنظر، شوفوا صلوا على النبي، شايفين ما شاء الله ها؟ قربت تنشف المي وريحة الفريكة صارت يا سلام بالبيت كله. هلأ هون بهدي النار على الوسط وبتركها هيك تستوي على مهلها. وهلأ بنساوي صحن سلطة هيك على كيفكم قدام الفريكة. هي طيب قدامها السلطة مع الورقيات هيك، وكتروا لها خضار واللبن بخيار، هدول أطيب شغلتين. هلأ هيك السلطة تقريبا أنا قطعت كل شيء، بندورة خيار جزر. شوفوا هالمنظر أحلى. هلأ بنحط لها شوية زيت زيتون. يا سلام. وحمد ما حطيت لها لأنه حطيت لها قشرت لها ليمونة وقطعت قطع. شوفوا هالخليط ما أحلى. هاي سلطة خشنة هيك أطيب من الناعمة. هلا هيك اخواني استوت عندي الفريكة ونشفت ميتها، وشوفوا قديش مهدي النار عليها. هون ننتبه بهي النقطة عشان ما تلزق معنا، شايفين ما احلاها رخفة، اسمع شو اسمها رخفة، يعني فيها لسه رطوبة. هلا بس اوصل لهي المرحلة هلا اضيف البازاليا. بسم الله. منحرك وما عاد نبالغ بالتحريك زيادة مشان البازاليا تضل محافظة على شكلها. سلام على الريحة لو تشموا. نصيحة اللي صاين، سكر الفيديو اسمع مني وخليها لبعد المغرب. ها نصيحة من أخوك أبو أحمد. إن شاء الله ربي بيتقبل طاعتكم يا رب. بس هيك شي شغلة 5 دقائق لحتى تاخد هيك طعمة البازاليا مع الفريكة وبتكون نشفت ميتها تمام. هلا جينا أخواني لأهم مرحلة، مرحلة التقديم. بدها موسيقى تصويرية دا 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 دا. الله يخليني ياكم. ها هلا بنحط اللحمة اللي سلقناها أول شيء، شايفين شلون رايحة نيفة، نوزعها هيك بصحن التقديم، رشة صنوبر، الرز. هلأ منجيب بطل الحلقة الفريكة. بسم الله. يا عيني يا عيني يا عيني على الريحة. شو هاد شو هاد. بسم الله الرحمن الرحيم، صليتوا على رسول الله. شايفين اخواني هلا بنرصها هيك رص مشان تعطينا شكل بالصحن، مو كتير نرصها يعني، بس مشان تعطينا هالشكل، هذا شكل الصحن. هلا بنقلب الصحن، نجيب صحن على قده. بسم الله. شوفوا لي المنظر وصلوا على النبي. شوف 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 شوف. يا عيني يا ديني. انت بده يقدم المغرب مطول، قديش باقي له عندكم ليقدم المغرب؟ يا ديني. وينك يا صايم، وينك يا صايم، تعال شوف يا صايم.
وهلا بنحط قطع الموزات. يا سلام. هاي شو بدنا نساوي فيها؟ شوف 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 شلون اللحم دايب رايح نيفا. شوف 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 اللحمة اللي رايحة نيفا. شوف شوف يا سلام يا سلام. هاي شو الموزات؟ هيك صار كله جاهز، وصفتنا صارت جاهزة. شوف شوف وصلوا عنا. شايفين هالصحن اللي عم يمجد اللي خلقه؟ شو عاد بده؟ بس بده ناس هلا يأذن المغرب وتفطر وتفوت فوتتها مع رشة فلفل. بسم الله يا سلام. وهيك اخواني بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم، وهي النتيجة اللي وصلنا لها. ان شاء الله يعني ان شاء الله 100% بتساوها. وبعد الفطور بتدعوا لي باذن الله، بس لتاكلوا بتدعوا لي. ماشي، هل شو بدي قدامها؟ قلت لكم صحن لبن بخيار وصحن سلطة اللي حضرناها سوا. كتروا من الورقيات برمضان. وإذا عجبتكم وصفة اليوم لا تنسوني من صالح دعائكم واللايك والشير والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وبتمناكم تشتركوا في صفحة الإمارات تحب سوريا، صفحة كتير بتعجبكم ومحبة لكل السوريين. تحياتي لكم، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.